بتقول انه الاقتصاد المصري يعاني من نزيف داخلي ونزيف خارجي، ولك عده ملاحظات، وانت رجل مفكر اقتصادي وخبير واستاذ فلسفه الاقتصاد. لو افترضنا انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بحضرتك، قابلته، قال لك انقذنا يا دكتور جود عبد الخالق، انقذ الاقتصاد المصري، حضرتك هتعمل ايه؟ اوكي. اولا هشكره. طبعا لان دي مبادره جيده جدا، مش معناه ان انا برمي اي حاجه، لا انا بتكلم يعني اصول التعامل بين الناس. لكن ايه اللي انا اقترحه في الواقع؟ الاتي: نمره واحد، انك انت واحنا بندير الاقتصاد لازم ناخد بالنا ان في حاجات لا يمكن تتم الا في المدى المتوسط، يعني معناه من 3 لـ5 سنين، واخرى لا تتم الا في المدى الطويل 5 سنين فما فوق لغايه 50 سنه، وحاجات تتم في اللحظة وفي المدى القصير. دي تمييز مهم جدا. طيب في المدى القصير ايه المفروض نعمله؟ نعم، احنا عارفين ان بعد الثورة والفوران اللي حصل بعد يناير 2011 هناك عدد كبير من المصانع التي توقفت عن العمل، صح؟ وده نعم. بإقرار الحكومة. الرقم كام سمعنا؟ اللي يقول 1000 واللي يقول 3000، يعني لا نعرف يقينا، انما على الاقل 1000 مصنع في الحدود 2800 حاجه كده ايا كان، حسب المتوسط الارقام اللي بين 2000 و3000 خلينا نعم. نقول عظيم. دي عباره عن ايه؟ منشات انتاجيه قائمه على ارض الواقع كانت تنتج منتجاتها، لها سوق ولها عماله كانت منخرطه في عمليه الانتاج، والتعثر في معظم الاحيان حسب متابعتي انا ناتج عن مشاكل مع البنوك متعلقه بالتمويل والسيوله الى اخره. طيب اذا النصيحة الأولى اللي هقولها للرئيس إنه ده يوضع على رأس، قبل ما أفكر في عمل مشروعات جديدة أوقف الواقع ده على رجليه الأول. ودي مسألة مش مستعصية على الحل، إن أنا أعمل لجنة وهذه اللجنة تعطى توجيه على أعلى مستوى، إن قدامكم يا جماعة 3 أشهر 5 أشهر تدرس العملية، يعني قدامك أجل زمني بعديه أنا عايز أشوف المصانع دي على الأقل في شكل مجموعة من الشرائح، شريحة أولى، شريحة تانية، شريحة تالتة. طيب إيه ميزة الكلام دوت؟ واحد، إنك أنت بتفتح بيوت بتترنح وكانت اتقفلت، مظبوط؟ نعم. نمرة اتنين، مش هتبني طاقة إنتاجية جديدة وتتحمل إنفاق جديد يستغرق زمن وفلوس، إنما هتستخدم طاقة إنتاجية موجودة، والمنتجات لها سوق موجود، وبالتالي إما إنها تغطي احتياجات السوق المحلي عوضا عن الاستيراد، او انها ممكن يبقى جزء منها متاح للتصدير فيساعد في هذه الايه في هذا الشيء. فده الاجراء الاول. تمام. الاجراء الثاني، انا عندي حوالي دستة مشروعات قوميه لازم اراجع هذه الدستة بالمنطق الاتي: ان الوضع الاقتصادي اللي انا سميته صعب يحتاج للتعامل معه من هذا المنطلق وعلى هذا الاساس. وانا قلت اكثر مره ولا مانع ان انا اكرر، نحن ينبغي أن نعلن حالة اقتصاد حرب، نشد الحزام. بس مين اللي هيشد الحزام؟ الأكثر قدرة على شد الحزام الأول وبعدين الأقل قدرة، إنما كلنا نشد الحزام وإن اختلفت اللي يقدر. ومن هذا المنطلق أو لا، أنا لا أتحمل طرف أن يبقى عندي 12 مشروع قوم في المرحلة الحالية. ممكن أجل بعضها شوي، وممكن أعيد النظر في البعض الآخر، وممكن أسرع في تنفيذ البعض الثالث، وممكن أبطأ في تنفيذ البعض. دي عملية تخضع للتفاصيل، إنما المنطق اللي أنا بقوله إن أنا اقتصاديا وأنا عندي عجز موازنة بين 11 و12%، الاقتصاد لا يحتمل هذه الجرعة اللي هي، خلي بالك لما بتكلم على مشروعات زي العاصمة الجديدة والمشروع القومي للطرق والمدينة بتاعت الضبعة وكل الكلام ده، وهذا لازم تقدم، أنا بتكلم على النتائج هذا من الناحية الاقتصادية. مشروعات فترة التفريخ فيها طويلة، بمعنى أن أنا بعمل إنفاق لمدى 3 4 5 10 سنين دون أن يبدأ المشروع في خلق إيه؟ نتائج. بالظبط كده. فدي لازم أخلي بالي بالورقه والقلم واحسبها، والاقتصاديين عندهم القدره انهم يحسبوها. فدي النقطه الاولى، اعيد النظر في المشروعات الايه القوميه. ادي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، اتعامل مع عجز الموازنه ومع العجز الميزان التجاري من هذا المنطلق على النحو التالي. فيما يتعلق بعجز الموازنه، انا اعتقد ان من الممكن جدا تخفيض الانفاق العام في الموازنه العامه للدوله، مش اروح ضارب كله في ناقص 10% ولا خفضت، لا،
في مجالات حرجه ما اقدرش اخفضها، في مجالات اقل اهميه ممكن اخفضها. انت مثلا عندك لما تيجي تاخد الوفود الحكوميه، وانا بكلمك بامانه وانا بتابع، انا طبعا انا كنت وزير وعارف الكلام ده، انه اما يروح اثنين وزراء بدون ذكر اسامي يسافروا لغايه اقصى شرق اسيا عشان يقعدوا مع رئيس شركه يقولوا له ايه رايكم تعملوا لنا مدينه صناعيه متكامله، يعني ده موضوع عبثي بامتياز. يعني اولا هل انا محتاج اثنين وزراء، يعني اثنين اعضاء في مجلس الوزراء المصري عشان يتحرك كل هذه المسافه ويقعدوا كل هذه المده ويصرفوا كل هذا عشان في النهايه يقعدوا مع رئيس شركه يقولوا له احنا بنقترح؟ يعني ده مثال، انا بقول ده مثال، والمثال ده متكرر يوميا. فعندي الانفاق الحكومي في مجالات بذخ واسراء، انا ممكن اطلع قرار انه مفيش حاجه اسمها تجريد مكاتب ولا كل الكلام دوت، وجربناه على فكره بدايه الثوره، ما كانش فيه كل الوزراء لازم يتحركوا في العربيات اللي هي موديل 2000. يعني ترشيد الانفاق الحكومي. طبعا ترشيد الانفاق دي نمره واحد. نمره اتنين تاجيل بعض المشروعات. ليه تكلف بكام يعني الانفاق؟